صور خذ لك فرع على كل فضمان اخر راسه انا ضل هذا ضل سيارة مفخخة مدنيين أربعة انقتلوا سيارة اثنين احترقن أربعة من الحرس الوطني يعني شفتهم شوف انقتلوا وشو اسمه الأمريكان جت طيارة شالتهم جورجي أذاقب هواي يعني هواي صعب فالظاهر انه الارهابيين ما يقصدون فقط رجال الدوله وانما يقصدون الابرياء من العراقيين وهذا عمل دنيء وجبان